اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في موسكو مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية بمناسبة زيارته لموسكو للمشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية. وبحث الوزيران علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في إطار ما يجمع بين البلدين من علاقة صداقة تاريخية وثيقة ومتميزة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، وما يليانه من اهتمام كبير بتوطيد التعاون المشترك بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة. كما تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية ومستجدات الوضع في منطقة الشرق المتوسط وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.